السلام عليكم، مرحبا بكم معي في حلقة جديدة من عالم الطبخ المغربي والأوروبي. اليوم إن شاء الله هنقدم لكم كريم باتيسري سهلة في التحضير وسريعة بزاف. تابعوا معي الفيديو، إذا أعجبتكم الوصفة ديروا لي ليك وخليوا لي تعليقاتكم. فرجة ممتعة. وبالنسبة للمقادير ديال كريم باتيسري إخواني أخواتي، عندي نصف لتر ديال الحليب، ملعقتين كبيرتين ديال المايزينا، ملعقتين كبيرتين ديال السكر، ملعقة صغيرة ديال السكر فانيل، وعندي 2 بيضات والملح. تابعوا معنا، الطريقة سهلة إن شاء الله، سهلة جدا وهتعجبكم بزاف. البداية أخواني أخواتي، هنديرو نص كيلو ديال الحليب في كسرونة، تلاحظو هنزيدو معاه ملعقتين ديال السكر هنا، باش على حسب الحليب ما يلصقناش في الكسرونة، نوضعوه فوق النار. هاد المرحلة هادي خوتي كنبداو التحضير ديرو قليل من الملح، السكر اللي بقى شوية، مانزينا السكر فاني، ايوا هادي كنحركوه حتى ما يبقاش مبقاوش هاد الحليبات هادو كاينين. شوفو رجعت سائلة كيس الحليبات. الآن نحضرو الحليب ديالنا ونبقاو نخلطو شوية بشوية كما كتلاحظو خوتي، الحليب راه تسخن مزيان. من بعد إخواني كنرجعو هاد الكاسرونة نيت كنضعوه فوق النار كما كتلاحظو خوتي، مخصكمش تحبسو التحريك حيت لا فيكولتي دي مايس كتلصق في الكاسرونة. كما كتلاحظو خوتي الباتي صغيرة تاعنا جاهزة الحمد لله. ايوا شوفوا اصدقائي الاعزاء، الان الكريم باتيسري ديالنا جاهزه كما كتلاحظوا. كما كتلاحظوا الكريم باتيسري هي واجده. الان غنفلميوها ان شاء الله، نديروها في الثلاجه تقريبا نص ساعه المكان. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.